فرصد يران ربا ماشان انو اغا فايدايستو دلن يرا ايا الى سو هذا الشيء وحي يقول لهين معلو وحي اركان ملاها موقال لدي علن كماي لان دبال دقيسي تاريخ ده الصحة ده وحاسي انو درادان كهالي مرة بينان كهالي مركالي مركا وحي يقول لهين معلو قلاف كان نقداف ما انتو الدبال دقي ناس دحي طبان كعيان للو جوغا كان قلاف كوضا هدان انو اهي ديجل او مريفلو دبال دقي هي ما انا ايدين هر جوغا هذا ما فهم ايسا محني انيقا حديبا يعني هداد اللي ذهين اديقا الشب اسكرده تاريخ ده السحدة اها صوبان ديجين قري تن معنية عدوغين او نكر ساريبان او بود بودينا هداد اللي ذهين دوا ايدين كاقا مصي هوشي نواتا والالبا قدك كجرة هلو السلام الله عليكم عقور السلام عليكم معلن وعليكم السلام سودو سندقورو عن كوفر قلبيت لكن أنا كمجري عم كجحت ما مايا دولة بدي جاي ها صدعي طبنك نوفمبر وهاي شهر ورس ورس ما كساي مالك وقاعد بالك ولا ريني ما أنا ما كساي والله إن شاء الله وهي عم بدل عمري نفطي ذا إن شاء الله ميكو كويتي مسطع عن كوري أنا كاستي أي لكن هو يسجد بالدقي زمانه مايك دب مايك أقول خساسيل هو صعب حمر إني حمر إني ودقينا لك أقول هاي أو إن شاء الله صدق كل نين كما هاي نحن فور دقينا لك أقول هاي ساسك تغير سنة وهي لكن مرك عيارها أي جرتي مها علن كين الله ويرى يا مركي بنوني اللي ديلاي كبدا عكت مركي اللي ديلاي علن كين مها الله ويرى إيراي 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 بحر مها لدين لها مركاسي مها مركاسي سيد عاو أدو قد بالدقة إنسان لدين كنا بدق لي مركاسي مها لدين كنا بدق لين واي مين شو كده نرفق أصبني جر كويس يا جمال هاي عري لا ونوني غير انتكستي هاي سؤالك ويديو علك واسل علك علك واسل علك واسل علك بنوني جمركي اللي ديلاي ما حد شيء كي يدبح دبض اللي يدين كجلي يا أفكا دجحان اللي يدين دلي ضاوع اللي يدين كجد جاي لبض جر هل جر أنا هين أولا أنا محاينا دبل دكتان اللي يدين كبو أقول هذا اسل علك يني مين شايكرتا؟ وضد عقلي جنت مدوين الجيري مرلا مدوين الجيري ما تصدها عميني دراو كاستي ما يا أنا قصو عشي دولي ما كتوابين درار عالك ولا أركي واي ما هنو ها إسل بلدك وبلدكي ضدك نو إسل ضدكي محا إسبدلي أو حد عالن كان عاول لو دبال دقاي حمر محا معنيه لو قشقشادي واي عياري محا لو قشقشادي مايلين قشقش هو هي ان شاء الله مايل راي وراه هو بحال الدار ان شاء الله مايل راي توكل هو بلا الدار وكره هالله عمل سين كو يريا لها لكن لبا جير رسولك و خيري قفكه مؤمنك لبا جير قد لغا مود قني عليه السلام مر ادينكو عيدمدين هيغان يهين شنت قارد بنونيك حماسه لا فيرسنايو ايا علنكاس كلي لا برتلواميتساي يدو كو دارود ان لا تابن كو ديرتا ان لا تابن كو عيد كلا ان لا تابن haddana mar kale la idin ku celiyo idin ko heegan ugu jira ciidankiina joogo indhaha laga riday dhalinyarada hadda oo ciidan badan heegan aan ku jirin dadkuna isla dadkii yihiin maxaa calankan qasbada laga dhaafay ama siyaasadaha leen siyaasadii oo leen jarta saasdaraadiyada leen min ku yaraay ina wax soo baartaan isku day marka ani kullay aadan aad dhalinyarada ma niyad jabinay laakiin waxaan aqaanaan u dabaal degaya anigu sumadaydu waa la yaqaana digil aw mirflan ahay digil iyo mirflo wuxuu sameystay qeydadka ay ugu jiraan marka macnahe ee waxaan garanayaa taariikh dabaan ku dabaal degi kara inta kale indhahan ka fiirsanaya qofna macnahe ma mucaaradayo marka maashaallah fiiri ما يرتي أبي إن شاء الله لفت قرنجي وناي حاسس شيخ محمود بطاس كسرع من عهودي اللي أدو في ديجي كاستي هاي ما يكون جرعة تاسي سيدا أنا كده هاي واي
ما شاء الله حدو هاي ما يلا يوسف هو بلاه أرد ديار جروان ون شير أنا كاتو هذا حمار روج إيه كان إن شير هاس أسر روج بس كيو ونوك كهوين يا هو كده يصير نحن مجار برا بولشير يوم كاست إزاي في كاست أي هي حسن عربي باي إن شير ما يلا وكاست لون روشي أرجع لان كاست أقدر يصير لان كي حتى إن شير حسن شير محمود روسيس كجار لا ما يلا راي إيريو كلايو لكن إن شير نيك ولا يصير وربك كجارنا كهوين دجال ديار نتاكين هاي واي أنا هل سؤال هذا كوي ديو أدي دقيلي مريفلم طاي واي علن كان ضد باكولا لي كولا دجن علن كاغو مقلوع عيا هاي يسوي توصية هرت سيدي سبب علن كاغو أكى أديك علن كاغ علن كي إن شاء الله كنا سدير مدبلو أول تيه دقنك يا علن واي سد أحد مدب بلو جوا معني علن كصومالي أنك أكسر قادتين جدود كحوك وحكسو قادتين وبيده معني عجار كنا وحكسو قادتين ماركي سمعني برواق برهاوكي جدود ك منه وقلوا عي هاي على فين منه وتوسن ياي مركا جدود ك قلوا عنا ليدهين بس جدود ك توسن على ليدهين جدود ك توسن على ديك وديك ديك ديك لكن علن كده أدو دبل دقي سنة وقلوا عي هاي صوب سر موايا غاي سرنا مايا سرنا يا بابا انا هاسكو مدرين هشيسكو مدرين هشيس لانكو مدرين انا وحان كودا على سمد دادو واتي هورت منو شي كرتا علن كاغا متوسيا مسوق اللو عين علن كاي انا اي لتوصنا انت انتوكو هاي وي اي حد عاوة ما كان توصن باد ادى بالدقيسان مسكن قلو عنا ادى بالدقيسان ilaan kan toosan waa ki adinka aad sameysateen way kan qaloocana waa taariikhda la idin sameeyay way hadda ma ku sheegaya muqaalada way yaa tar un aan kaasi un suubsanaya in shan dabal digahay ka suugay marka suub calanka aad suubsateen markii la suubinay muqaalada way yaalan uu toosan yahay taariikhdiisana waa la yaqaanaa 1993 shirkii bonkai labaatan iyo toddobadii bishii koobaad 2014 2014ka ADC da madoba nuunow kii lagu doortay labadii bishii afaraad 2002da kiishaati guduud lagu doortay Abdullah Sheikh Ismaaciil iyo markayse Said Dalsay RRA markay guusha gaadhay bay dhabo calanka toosana la soo bandhigay intaas ilaa Ustaad Usmaan iyo Sheikh Abuukar waayay ya Ibrahim Heero هذا علن كان قلوا عن صدق يتبانك مركي حسن شيخ محمود تانجية ده بيدبه وجيء وضد كي علن كتوصل إيه يستين وكارع لبض المري بكي ضد كي لجو حريه بال لبال اللي مركا يعني كان قدام الدجا يسان وإحنا نو شيء كرتان معني حساب ضد كي لجو كارو كي كي بونكاي كي عربي كان ملاي او توصلو ان ينشر عربي انتكتوني جريفا مكا adiga taariikhdan hadda caawa u dabaal dagaysay baad samaystay 13 November horta 13 November meheno galib mooshay laakiin aranka nga liin dabaal dagay oo ee calanka aad u dabaal dagaysay midna uu toosay midna waa qalocay mid adaa lagu sameeyay caawada fiiri kan la sameeyay ma afar laakiin kan la sameeyay u dabaal dagaysay caawa lagu sameeyay kaagi waa kan
كان حسن ها كان حسن ودبال دغو كيري حبض مجرته دب مجرو كانوا اقول يا اسغا وكي صدح لغوبل لغوي صدح لغو سو ريباي شبيلده هوسن حد لغا قادن ربو والله مو اشي ان الهي ان شاء الله يسهون ولد الهي وريا ما كان 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 ما صدق إتمان كان الجوجا صدق إتمان كان واقفين بقين واي حسن أو معني كرك كاساري كان مدرب نونو إلا دبل ده سجع حبط وساق طي عياري وديدي كان صدق إتمان كان حسن السجع عويري يلا تابنين هلا دبل ده جو ما كان مقول أي شيء مسوي قول دري شيء قول دري شيء هذا هو المكان الذي يجعل 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 هذا هو المكان مالا رايس فهو صوبي وابن عايشة وعطلن نينك هوسكري وسكن تان وربلا خيانا وليمنا خيانا جيب جيب ماشا جيب وقصوها قمدورا ويمات سنتاي ولا شاسي هالقماء عراري وعفيري سيد السيس وهالقنتي لكن تاريخ يدو حوي وحلالة تسوي حلالة دبال دقاجرك كسعو كاقسي درن waxay soo galiyeen markay doodahan ay yimaadeen ani muqaalada aan soo bandhigay la diiday xataa muqaalada rasmiga taariikhda digli mirifle uu leeyahay rasmiga macallo qilaafka naga dhaafay ku toogaynaa la yidhaahay wallahi walaa la saadlay waxaan qari ka rabtaan kan qaloocan maxaa u rabtaa kan kaas maxaa u diiday kaas adaa samaystay google ka hadda hawiye waxay soo galiyeen iyo kuwa la shaqeeya 13kii november 2022 calanka mailana way soo areen معني وحي كرنيجا أيام ضد كسي أوجا جدان جوجل كإنا الشيخ أوجا دجان قف كمركو جوجل جلس تحت طبعا جلا يدها يعني سي أي معني أمريان صدق طبعا كي جوجل كمركو ساقبته هي واقنا هي تاريخ ذا بين معهن ورجوجل ما أكيد سكتاب معهن ما جرتي وحلا سوق جلين كرواي هذا يسوق جلين ضد دار مركا اعتماده مركا السويدي صابت اللود الدنيا علن كان وحن ربعنا ساقبته ملاقة ملاقة إيه دبل دقا قبطا صومان يدوك عاو هلو هلو وكحما ملاقا سي ماركي سي معني عود كي سي ما شقيناي ملاقا ماركي سي وان أرقني ولال ايانا صوحي وكو علين دونا ورارتا عالان كاي اللي هذا هاي عالان كاي قوا كي تاريخ ذا دواتي ماركي سي معني سؤال شاس لانقباني وحكا لما قبل مانا كسور جيد قفنا هلو لايف هات كجرتا ما حاكو دريسا هذا الرالي مالك دري كل تعالان كدلن دبال دي هاي يا كدري مالك ميبا كدري وكل حسن شيك وها أستي دو عالكن اغيو هو بداليار تكل هدلن شيك أستان تين تنها تميس الدين سد بالدقا سنو بالأريوان او ديال كي شري او بلول بكوار هاين هاد كل داليار تدي جيل كادا كاس اللين شيك هورت نصيب دهو ويقول بنا ميلو كده مسجني كله ويقول أرجع هاي ماي بال أرجع هاي ده كي جيك هاي هل جمي خواب تعرق ذي وقرض وعينه لان كله عن قري هرت نسيح وما بلا يرتان كله أنا ده أدوين ما بان أرجع وبوعي وفرحة لي أرجع هاي ما هنا لان ما يا ما يدل اللي يرد ما قل ده اللي يرد ما قل ده اللي يرد عن على صديق ده بلد جاية ما أركي سيح ما صباح يسا ويسحين على كنا إن لقوا فاهم لكن ديك أيوة بلد جاية أنا جم ما سمعت
maya dhalinyarad maran baba kare malaba kare hadduu wal oolka eeday oo malaba waayo taariikh oo odayaal aan qoreen ama dhalinyar laakiin odayaalka markii walaan geeki markii oo xurriyad qaadeen ee xilligi haayti ee taariikh dhaada dadkii ogaay wali haddan ma dhamaanay nooli anaga markii la dhala taa walwalba waalid si in sheegay dhalinyartan hadii waalid shoobo wal han sheego waayno qaabki jaray walaa san sheego hortana seexmo waalidka imeyba meeli taale ee macnaha ee maamul xumud imeyba meeli taale ee in lanka leebkeen lu dhawaado markasta baad ku lanka ka heshay digsiga lanka leekeen karabkeen taa horto ku fiilay ma seexmo markasta oo mariflaca waxay in xamranay noo kala xiran tahay calankeena meel walba ku booda maxuma that's very good laakin maanta maxaa loo qashqashi waayay ama caawa ciyaarihii markay joogeen calanka toosan ay siteen maxaa loo qashqashay ma ii sheegi kartaa isla magaaladii isla dadkii kasti oo meega dhiifnaha hebel july magaashay ereytio maha dhalanka magaashay ka dhiifna waayo markii hor dhaqaaq ma lahayn dadkan dad oo mas-uuliyado meelaylan darsadaayo haye ee babaydhow saasaweel baanta ku biisha weelo saasaweel lanka adigii dhalday hir horta ee November macnihii aad u dabaal degaysaa ma taqaana meesha ay ka timaaday walaa meelo ku kooyti maasha aan hartu walwalba ba adalay ku ogaaday walwalba meelo ku kooyti ku ogaaday roon fadhay ka ay walwalba meelo ku kooyti meel ka dhamaaday ku ogaaday kala meel ee ma haas ba sheeday ma dhigan sidoo wal jaray xaro la dhigan sidoo dhigan sidoo yara sax walwalba aday ku ogaadeen faanti sax waay xiri hada aaray la shaad dad oo hada wal ogaay maxayn uma xilli oo hada maanaha calanka la hatiyeeyay loo ogaay maxayn maariyad dabal degay toon geek aan amal i ku sii yaro way calanka aad u dabaaldegaysaan laba nooc waay midna wuu toosan yahay guduudkiisii midna guduudkiisii dhexda wuu qaloocan yahay adiga keed leedahay haddaad tahay digley mrifle calankaaga kee waay rasmiga laakiin kan qalooca loo dabaaldegaya haddee dadkii oo dhan walqalooci dadku waa fiiri haday al hadii oo dhiigii jara oo walkaasta samaynto walaa samaynto ba markii laanka ka garab surma lahayd waxaan qabada qaday hoki hiri ka waran oo lama weelo qorta ka masuulka iyo walwalba meel balu ku dhismin siya xagga oo meel ku dhimin siya maamulka hadda dadka si halka ku qaaday lahayd markii lafta gareen hadal gadaala lagu deeyay markii hoolis aasay ka socoto inaanka ma sha Allah wal anta way islaamku aamusan walaa shaqsiyada way maadsan tahay waxay u dabaal degaysaa 13ka maarkaysay macnihii bisha November laakiin waxaan waydiyay laba qofood oo isoo wacay digli mirflaha ee 13ka November meesha ay ka timaad ma taqaanaan qofka jawaaba ma oginay dhahayn marqaati waad ka tiin marka waxaadan ogeyn maxaad ugu dabaal degtay su'aal waa iyadana hello haye salaam alaykum wa alaykum salaam malaa alaykum salaam wa rahmatullah haye فإلنا الحمد لله نبال دك مكجر وريانا هاي صب والله انتوس ناينسين يباب والأخبار رابع نيشاك بين تارك دو ولي إيه وان نيشاك والحسن سفرو إيه والا لحال ما على توقو مجرمين دالمين على كفورو دين والله ونحنين كسارين مرحبا با تارك دو حدن هايني بابا وقت طوران دو هايني بابا دو كتاري غيت آخر سيكي مركن بيت أنا قوان كمبا dadkii boodbooda boodbooda leeyahay go'aansha ka deerayaan reer guruu in waad ifaan in kasto haddii dalkana kuma qanaysa saaha haye marka adigu waxa leedahay 13ka November meesha ay ka timaad ma aqaan sharciyada islaamka may qabay markii aad baradaas walaal dafiir iyo walmiil aan kasugu nahay inay aadan qaadana haddii ka may dhafay inay adigu sax iyo dhaif ali inay aad ogaato lafaday wal qaldan siidii baad la xaqiiqay qalday aad laakiin gumaada la fadaha inay aad kurdiido masjidiyadiido masantada ka biidoon waa ku faayday ma way laakiin hal su'aal hadaan ku warsado ee magaalada Muqdisho calankan dadka hadda u dabaal degaya oo digla oo mirifle u badan ciyaarihii waa lagu gumaaday
awooda dawladeed oo qabiilaysan ayaa lagu dilay laba jeer isla dadkii way joogan isla dawladdi way joogtaa hadana awada macni lama taabanaya leeyay say rabaan ha ugu dabaal degaano kan maxaa farqi u dhaxay maayan dhoya adan ku wareeraane meedde oo dadka hortaadana meelo horta dawladda jirta ana mar koru meelo muuriyan qasbe SBS ee rooga Hassan Sheikh Mahmud noo walis salaam kishii ku halu magaalada dhantay hata ay la hadalnay sheegay wali maardi ifaqo qol loono farka qol loonayna in maardi is walbaan ku qabanay maardi dadka isku reebo wali la dilaw la dirog maana meelin raan aan lahayn la sheegay marka ma isleedahay ee calankan isaga caawa 13ka in loo dabaal dega raali ka ah oo danba ugu jirta horaan marka waxa leedahay tan qor kooysanta may waaha ahmed madowe tan hadda soo biyo waxa qor kooysan tan yadeena lanka doonka oo hamza leeyahay meel roogu tan hadda oo roor leeyahay mar roor roob damay da meera markii soo qortana ku taabada walaalka badhow la raa isu meela injeed leeyahay maay walaal aqli leeyahay dad mahad dameerhan dameer weegelin deedi han laybo markii soo ahmed madowe isan baaw maay may ku soo biyo ahmed madowe walaalow aadnay ku fadahay isan gajeed abliska سؤال واي ملا قاسي وانو ما هدنا قينا سيدا في عن ما اركي سيمعنه فكرة دي سؤنو لو داك داد كالدوان او معنه كسو جيدا لول كان وبيادا ايا ربا عوضا ماشان انا يكاور رمان البيان ايا جوك جوك ماشا دا جوك ايا نوغو سو مقان وحان ربا رمان داد كال لول كان وبيادا دقن انا سو قبتو ايا سو مالي دا اردن اي فكرة دا كان ديبتان انا قفنا من معارد سني ايه عالن كان هدي لو سو هالقمايو حق بان بكولا ايهاي qayb baan ka soo qaatay soo dhawow maxaa ku daraysaa walaalkay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalaam qayb ka dar horta bin aadinka may roona meelna ka jilbaysan yoo baad qoyteeno iska jilbooto horta faa'iido ma leh waxa la jilbaysan yiin oo ogaato faa'iido ee dadko kaana jilbi dili jilbo oo eh iliyo korsho ay langa dabahay marka ilaahay amarjay warnamankan hadii leeyin dhalinyarada qaar may leen hamar ununka iska leh ablaga diin tamankii ku ogaay marka laan shalay aad oo nibad goobta ciyaar dheelaska af ee ka dhaafu waay ad oo hadii aflaga duway to hamar ununka leh ad oo hamar aad leh far laakiin sidaan jisa ogda inoo laan ka loo qadis laga dhaanji iyo oo tii socota inoo banaanka la koomar tamar la faka jirto tv kala barnaamij ku meelaha ka bilaawadi taariikhna sidii balan ka hoob maay la aray dhaqanjay iyo taariikhdii istaakiidii way adduunyada wali jay guwan nagada lang lahaystay ama lango meelban gasalaysan ayna nagada dadku kaana may la faday taariikhda la akhri dadka lanka sheekeyo may la aray meel la xaq bilaawdi meelaha dal roog meedii ad la xaqii oo meel la xaqii ko goon wala dhombal daraasideey taariikhdan sidana ni sheegi oo maanta inta badan aad hadda oo warbaahinta la ka aragi iyo lanka oo faysal dhaayo waraysaday ee ADC da lamad kun lamad haatoy lamad kun iyo nay tumi afar taatoy dadahan hal gamin kan una meel ka aragneen gaduudkana jimaaysan dhaxda marahay kan adaankana kor iyo dhonjin hadda la ma aragaan baal qoqolo aan oo qeyb qeyb kama qoon iyo dhanba marka markii dagaal kor ee koy midowas madii iyo dhaadiyo oo dagaalka dhamaadon iyo iska nagadaas marka dad komayni roogan oo nun dhaqankaas leh oo sidii umadanka shal qeybi lahaayeen qasatan waliba digil ee marba Soomaaliya meelo lanka shal baan digil ee marba dhuljay inta kale walka shal bahay dadkii dhuljay lanka shal baan ma aragaas dad oo iyo dhanba humbira eh badanaa oo walba antaraan siyaasi walantaraan madax walantaraan ciidan walantaraan marka dadka anmay goobe war taariikhda dabal dig hadda nimankii oo sadiid gobol suubiyeen oo ku guula ka jeefan may ka jeefan isbuu ugu dadlay jilbaysan may la ka jilbaysan walaaga iyo shalay dadka handilin kaaragan kor marsiin abadoogi dadkii la dhamaayaa dhigtiyada dadka jiran baro bulshada marka lan saaskeen gali
alankii korsuu bi hadii aad injil baysanta may lamad taado walaal nyogi meelash la ka hasuugay dhig iyo la deedi adoo ka faraxsan dal lamad ata oo li to gobol warjaba jaratiidi ka may huwe ana fursada la gaadahay maad li tixidag oo kan qallo an naftiska jirta inno la tirtir doon amag naga toboy iyo la ka arag way oo tan wal ka bedel way may weeli nimankan makiin ogol barto inoo li timay la ka qoranaato litu hab qoran tuguri reeda dambe ma marka digli marfla may adduunyada in sheegay aro inoo taariikhdiyo iyo nay dulsho meel ka aqeen meel ka balaawlaayaan shalay wal ilaah ka suubi maanta meel la roogo dadka aanada in shabaayaan in dadka aanada in shabaan inoo fahman arnamiyo sagaal bilood alla ka dhaqday waana la ka dhamada lankirigee u soo dhareerka iska tiro inoo dhimado fayl haddana majirto meel Soomaali oo maaraka ama deegaanka dhiyow oo dadku aan ka jirna deegaan ma dhiyow nimankana number 1 ee dhimashada haddana abood qaybsiga iyo nay guul lan gadaal ka fadhiyo qaadada deegaanka adiga dhamaada guul nimanku ma qaadayaan may weeli haddii wali deegaanka ma awisleeyda haddii la sheego gobolada dhexe ma awisleey magac geeymay hay lan walbino dhulay horeysado haddana nabiyada kalban buljo ka akaadan iyo dhulki dadal ka feeri dadki shalay buljo duulay buljo jahannama lan ka dhiki maanta hadii li xisaab dhalinyarada meel ka baabaadi lama kun sidda kun ka badanta hadii ku waran liita gobol lama kun sidda kun aan dhamaada fadn tii ka guulmarooga fadnay mise waxa ka gardarooda fadnay marka nasiib huma siyaasiin wala eedan wala oday dhaqan dad kun ka habsitiw marka sixir mar hor la soo biyo ka ala ilaahay ka dul qaad marka tidii tumun November iyo jilbaad oo dareer dumeel ka jilbay isniin ku buunay islaad oo maras ku kor dhiday jilbada jilba ka dartii si aad buun aan hal taasa ilaadaan ma wal qiimo aad geeka tumii sidii November iyo ka fadhiida male bal laati toobada biliku way 2014 oo dadkii gadiid lahayno qaarjoona dhimadeen qaarjoona hadaan aan noolana hadaan aanu ashame kulli madaxda qaaran nool qaar nool aan haani gadadeen walaakalna walaa dafar ku tiris oo yar marka soo digire marafla dhalinyarada iyo ilaahay siinbadi madadal i dibid saasan dhobantii ayog inoo ka tala tan mar walba dabara aleen haayeen ka baage aad buu maxsayay walaalkaasi 13ka November yaa iska leh su'aasha siyada ah markayse macnahi way dul hoganeysa 13ka November ya iskale wa su'aasha ugu badan ee maanta markayse la weydiinayo dadka wabiyada dad badan oo nasoo wacay janis waa u siin doona hadii ilaahay uu awood dale uu ka raali noqdo horta calankaagu waa key maxaad leedahay maxaad samaysatay taariikhdaadu waa tii su'aalahaasi ayaa weydiin doona qof walba oo ina soo wacay hadii ilaahay uu awood dale uu ka raali noqdo jugjug meeshaada joog ayaan soo qaban doonaa oo ina soo wacay qaarada Mareykanka aan rajaynayo inuu macnaheena naga soo wacay dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qayaalaha waxa naga la socotaan barnaamijka Southern Media Corporation hello salaam aleekum wa aleekum salaam jugjug soo dhaw waa dhaw waay wa ku salaamay adii Soomaalida dhamaanba salaamullaahi aleek malaa'igta ku soo salaanta insha Allah waxaan rabay horta alanka wax badan laga hadlay laakiin waxaan rabay dhalinyarada maskaxdooda horubday horta inay dadka waayilka ay dhageystaan dadka waa garadkeena in la dhageysto way fiican tahay laakiin hadii lagu yiraahdo hotel hebel isugu taga oo awooda amaankiina waa la sugayaa oo banaanbaha sameeya ama alankan weynaya waxaa fiican horta adiga yaa ku hoggaamiya odayaal ma wada taawa odayaalkana lama rabo odayaal oo hotel jiif ah odayaalka oo deegaanka ah oo rasmiga ah oo talada ka go'do ma ku hoggaamin hayaan way maya way marka hadii odayaal baad aan ku hoggaaminaynin sabab adiga oo meel in lagu yeero adi aa u tagto horta meesha ma taalo marka inkastoo dhalinyarada oo hamigooda iyo heekalkooda ay muujiyeen laakiin balse waxyaabo badan ayaa ka horeeya inay xisaabtumaana la rabay ugu horeen waxa waaye alanka oo caawa ama loo dabal digayo su'aalo badan baa ka horeyso sababtay tahay haddaad qof far ku taagtid saddex farood aday kugu soo jeedaan oo su'aal bay ku weydiinayaan
marka saddexda gobol ayaa horta dadkii sameeyay ayaa maanta xafladan ayaga sameystay taasku waa mid kale shalay xilwaana loo diiday ama gabar oo Soomaaliyeed oo xilwaana oo macnaha wax badan wadanka ay soo qabatay ayaa elborkeena ay ku dhaftay loo diiday waa isla xamartii xilwaana lagu qashqashaday waa isla xamartii dadkii oo sheegay in oo rahween ay wacal yihiin weeshii lagu sheegay waa isla xamartii marka in maanta haddana oo dhalinyaro oo sportis ahaa ayagoo bay dhow joogaan la yiri ninkaas ma imaan karo oo ha laga soo reebo ayaarta intii kalena ha yimaada waa isla xamartii dhalinyaradii intii eelay waa la yiri oo maqorfeen gaari la qaatay baawurtii la jijibiyey waa isla xamartii isla xamartii haddana in lagu yiraahdo soo baxo allankaaga ku weynay haddee allanka waxaa iska leh dadkii shalay aa ku gumaaday kuwaasaa haddana xaflada ayagaa kuu qabtay aniga intaasaan dhihi lahaa laakiin xaflada saxda oo odayaalka ay ogol yihiin kii odayaalka ay soo saareen oo asalka ahaa waa tii lehda gobol ayadana waa 13-kii ayay dhici doontaa waana annaga haddee haddii hataa meel aan aadi wayno gaariga dhexdiisaan ugu dabaal degeynaa sababtay tahay waxaa la yiri uur jiif hawartiisu ku gowracan yahay annaga uur jiif aan lahay hawartaan ku gowracannahay marka waxaa kaloon rabay allanka meeshaasaa ugu sii gudbayaa waxaan rabay laakiin dhalinyarada digri mirifle maskaxdooda inay shaqaysaan rabay caawa haddii ay saas ku dhintaan hataa waxa waaye ninba tiis u yeeleen maahayn ayaga tooda ma yeelanin farxaddaasna farxadooda maaha ninbu rabaa inuu farxadooda ku faano taas hagaa ugu sii gudba waxaa kaloon rabay inaan fariin u diro dadka wabiyada dega iyo dadka la dega Soomaali horta isma degaalsana ama maxaa isma degaalsana sidaa la socotiba hadduu ha maqlaya in oo dowladda federaalka ay u hambalyeynayso ii sheeg waqooyi bari waqooyi bari marka ay u hambalyeynayso waqooyi galbeed Soomaaliland ha waqooyiga ha Soomaaliland ha lehaada Soomaaliland ay u hambalyeynayso Puntland ay u hambalyeen weysay meesha macna ku jiro sababtay tahay waa arrinkii irir Soomaale okay maxaa marka Xasan markuu hambalyeynay su'aalaha meesha ku jirto marka la rabo Soomaale inay isweydiyaan war adigo oo rabay in Puntland dastuurkeeda farfarayso ama doorashadeeda hata gudi aad u dirtid ama wax walba aad farax la gashid aad isku dayeysay Puntland xilwaanay ku leedahay Soomaaliland xilwaanay ku leedahay dowladda federaalka maxaa meesha ku diiday oo meelaha kale aad u farfareynaysaa haduusan ii sheeg irir Soomaali iyo ama adiga wax kale meesha qiyaana aan jirin waay marka waxaan rabay bal in Soomaalida ay gadaal u fiiriso dadka wabiyada dego digri mirifla iyo dadka isla degaan ayaa isku dan ah Soomaaliland iidama nabad ilaalin ma joogaan Puntland iidama nabad ilaalin ma joogaan adaade iyo golmudug iyo dhulkaasay dhuusumareeb iyo iidama nabad ilaalin ma joogaan meeshaan oo ii sheeg Britain ayaa waxaa joogo walo la yiraahdo Djiboutiana marka dhulka anaga degno ilaa iyo Kenya xuduudeeda keen maxaa culumada lugaysay iyo ciidamada nabad ilaalin dhulkan le maxaa keenay maxaa dhulkaasi ay u tagi waayay maxayna ugu soo dhamaadeen dhulkan ugu soo arursadeen timirta lafaa ku jirto waxaa la rabaa war anagii ayaa la isku keen basaleyna war anagii in la xisaabto maa la rabaa war dadka dhulkan lahow war in la qaybiyo dan maahane aan isu tashano xooggeeni xiniyeena aan fur taas dhalinyarada aniga aan ka mid ahayaan fara odayaalkiina waxaan rabay inaan u sheego odayaalkii siyaasadda ku jiro ama ninka rabo maanta inuu siyaasi noqdo ama maanta ninkii buug qoraayo buugu ku dar war ninka digil iyo mirifla ahaa tan iyo Sheekh Mukhtar maxaa annaga baarlamaan aan u daba taaginaa war maxaa gudoomiye baarlamaan maana war ninka habiyaha wuxuu raadinayo ani maxaa iga reeb war ninka daaroodka wuxuu raadinayo ani maxaa iga reeb muwaadin Soomaaliyan ahay
كتاب ميا وإيشو دقي ما يقرأ محا أنيج أو معناها أي أديك دولة إمارة بمحا برلمان أني يصير نبك هدي عند سلف هذه ماذا وين ماذا دير إمرف الهوس أنا يكجراي معالين كسرنا أيق على وجهه معالنا دم تودمر كلكي جارنا ساس واي دري على جسار سابته تاي شريف حسن معالن با دون ميل لوجو قطبي هذا مذوه عن دور جرا دون ميل لوجو قطبي مرسل دون لوجو سو قطبي إيشك نكية ها الله ناريس بروفيسور كي سلاس أوكله والقيامي مرك محاكيني إن قف أديك اللي صوت دستي إنو كقيامي مرك وحان ربي لها قضياش السياسة دكو جيران ننك أغوه ريو عدو مانتو فرط لغو تاغايو لبن ننا مانتو ديگري مرلة فرط لغو تاغا ننا حدو أسوبي هاي ننا وحواي حنبشي سي وحي صوب بلاو دي هرود اي نقطة هرود اي صوب نقطة وحب عبدالسيس لفت قرن حنبشي سرود اي صوب نقطة لكن ننك حدو أسوبي هاي وعبد الرشيد جيري وحان روا مسكاد إنو كشغيس إيو وحبادن أي أمد الله شاكو ورننك أذيغا كدي دي أذيغا جريتان كيس ديد تاس تاسان ليا مركا إن لحساب تمال الرابا ددكا وبيادان محال لبادان لبكيني ودامد كاري نبطو آي انتاسي وحان روا سوامالي إنا يكو برو عربتان روا وحاكالون ربي حمد مدو هو صوتوري قدي أو أحا تضبع إنا يكو كوبيين أنفلايا حمسة وتهريب أوري أما هتهريب أما ديارة هرعو أما ماشو ربا حمرو حدوث تاك وحو سوق هذا مال سابت تاي محو ماشي ريادينا وسوق هذا ماشي جنب اللي ريادينا محاي تاي مركا حمسة ماشي وحب أميالا سابت تاي ددك الدقال مايو حمسة وكويين وحلقو الدقال مايو حمسة وكويين مركا وارك كحري ويسي وكوحي ستا إري لي رادا ماشي كجيرو صافة تاي حسن شري دولة نما أساقو أجيدو أساقا دور إدلو أمري أحمد مدو شري هدو سحانا إي هدو قلدنا أحمد ماشي سو تاقين يعي واننك لبك ودوا حسن شري هدو دولة نما أور ربي و دولة شري جرتي أوهو قانسم لها ما أنتنا أساقا نوحواي مري حاسو قرون لهاي والوهو قانسم لها لكن شري وددو أوكو تاقيري نينكان ودري ونكان هايا مركا شري إلهي وحكت لغاية أيغا بني إيو ننكان أي وحكت لغاية حسن ما أنت ددكي شري لسي حدي حسن ما أنت كبهين حسن وحكستو أوسا ميو كرسي غاسا مفردين دونو سابتتان شري وحامقنا بطلا ما أنت وحاقو آيو جبلا كوبكال أور ماركو أيغا سي بحايو كوبكال أتماتيغا يو بحاين معنا ما هذا مثلا سيد ما أتمنى أنا أباي مركو هان ربا دنيو ما أنت كويس تا حسنو وكويس تا أحمدو وكويس سد هذا هذا شلي بعد الكويس يا ما أنت وكويس تا وحاسو هاري ساملي دي سياسة دا أيقنا مش هذا أي هاي ستا نب كستو جرو ماشي يطلع مركا نب كم أنت تاجن يا شرف كهلا يا مركا شعب كي نظيف كأها iyo ninkii shalay inuu daacad aha iyo inuu laqdabo waday waxa adeen u noqday inuu daacad aha Hassan iyo dadka maanta isaga qabsiga yaalo sababta shalay iyaga talada Soomaali dhaadheel ka qaadeen Soomaali oo dawladnimo haysto wada fiican ay u socoto oo meel fiican la heegsanayo oo farmaajo uu dhahay gaalka yimaado Soomaali waa inuu anaga na dhageysa ma aha in aan asaga dhageysano wadadaas Soomaali ay maraysay لكن waxaan ugu soo celiyay in gaalka Soomaali markuu tago asaga la dhigisto oo ninka Soomaali hadalkiisa aan meelbu saarneen aan loo ogeyn Soomaali ma dawladnimada meesha ay u socoto marka waxaan dhihi lahaa dad Islaam waaye Allah isku diro sababta tahay wax nabad loo raadiyo ma aha kan noomarona kan noomaro kan noomarona laakiin hadda afadaali waxaan qaadanayna Hassan go'aanku wado go'aan Soomaali aan faahi ma ahane حتى تلا أبجل كواتي هذا هرو أشهد حتى تلا أبجل هدو منطقة عادن لا وايو درس وناك أبجل على هتي لا دهاي واي مركا تاسوا ميل أي جاري له مركا وهان روا نينكستو أو مانتا حسن قرب كيس تاجن حكوجو في الناتو فهد ياسين كصوب بلاو برلمان كورت وهان روا برلمان إنه صن عدالة لجسوجينه عدالة نكشقين دونين وهاو جاتا
kursigii Fahad Yasin wuxuu ku soo bilaawday sidaas oo u dhamaana nin kasto maanta Hassan la shaqeeyo ama Hassan ku garab dhowno sidii oo maanta Dani iyo Ahmed Madobe ay banaanka u taagan yihiin saasayna banaanka u istaagi doonaan marka maalin uu aadan ku salaamaya haddaan su'aal ii qabin Soomaalida intaas aan la wadaagi lahaa waxa kala soo dhubeynaya oo si diyaar garoweynaa 17ka oo November oo macnaha dabaaldegga alanka oo saxda sababtay tahay run iben meel magalaan sheeydaankan waxa waa 3 bilood marka ma ahanay raali ahaada ii sheeg maamaha qiyaareedna ma kuwan banaanka ko ordaayeen sharmuutu waxa la yiri toobadeeda 3 bilood ma dhaafto marka kuwan bugbugtooda iyo bulhoftooda 3 bilood ma dhaafane odayaalka iyo malaaqiinta anaga idin garab taagna idinkana waa na garab taagantiina horaha loo socday dhulkaanay sidii gacanteena ku soo galay laal dadaal aad buu maasan yahay jugjug meeshaada joog ayuu ahaa studio Southern Media Corporation inoogu waramay jugjug waanu mahadnaqayna hadii Allah uu dal uu ka raali noqdo dad kala duwan ayaa raba in ay markaysa marti ku noqdaan studiyahan calankan digil aw mirifle kaliya iska malahan waxaa ku heliya dad kale oo Soomaali oo qabiilo kala duwan oo dhulka wabiyada degan dadkaasi nafsadooda su'aasha way soo galeysaa wariya iska leh calankan calankaagu waa noocay ma toosan yahay mise uu qalloocay 17ka November hello assalamu alaykum maalaadaa ku salaami wa alaykum assalaam marka soo dhawow calanka Mainland waxaan u maleynayaa dadka kaalinta mugga macnaha ka qaatay soo dhicintiisi ayaa qayb ka tihiin horta 17ka November ma u dabaal degaysan ma aniga shicibka xogaa dareenkooda ma qasaay waa taageersanahay laakiin baasha waa siyaasadeed san dambayn waa dareen baasha oo shiki macallo adoo waxa dareen san baaga macallo macallo baasha waa ka shiki anuu waa ka shiki dhalinyar oo war gabiir ah oo calanka soo duuduway shan oo banooni laga ciyaar waa dadkan dhagaxeynay marka arko waxa ay baasha waa qaloocantaan dhayn ani inta asaba macni kugu filnaatay tusaale haa ma dadkii shalay arag buruna ka ciyaar weyni oo eelay xunka asaad dhahay oo naxabadeenay dhagax inuu riday maanta calaga soo duuduwan oo ilaaba kuure number 4 ilaa ciyaalashan uu wareeg waxna baasha baasha tiyoor maan marka waxa tiri shalay isla calankii waay kan aan macni banooni kaga dhali weyday haddana haa ma taas calankii ma isla calankii waay dadku waa dadkii ilaahay ku wada dadkii eelay waa tiisan laay waay waxna maxaa macquul galmaanay maanta calanka la soo duuduu aqal galmaanay baasha maxa maskaxweena ka dambaysay dhagowde marka macni meeshaas kaga shakisay baasha inay macni wax qaloocay yihiin dan inay ah ma ano shakiya uu jir hadda markay xogaa muqaalka daawaday waxa aadan ii soo baxday markay dhal ahay lixdii oo hadii meesha miyalin ee baasha calanka gududan oo saxda ah oo toosan oo meesha laga rabo ku jirto wax kale ay soo bax markaa sheegta qaloocay wax ila fiiriyo gadaal aan u noqdo qatfad waye aniga dadka macnihii dhulkan koonfur galbeed ama koonfurta Soomaaliya ka mid tahay ma aaminsan tahay horta ma taqaana 17ka November meesha ay ka timaaday aqoon ahaan maana baam ku sheeg meel ay ka timaadeen ma haday cusub Allah waclam marka 17ka November ta meesha ay ka timaadmo ogidba ma ba ogidba Allah waclam haday cusub tahay ilaa waa ku ruuya anaga oo liyaabanay baasha hada lagu jalbooy hor maaru arku waas dafad ha marka waxa way maalo dadaa duum wada koore marka talabaadna xogaa macni mid ay dhaano dhig weyn ay dhaano oo abgal ah aba mandood mid oo xawaalaha challenge la galay wuxuu dhahay hadii number 4 ilaa kilometer 4 ilaa ceelasha ilaa number afgooy hadii qof raxaweena calankan uu soo wareejiyo girka waxa iska xiraa soo dhaaya maqfaad laakiin soo lagama yaabo in loo maxeynay 17ka ha marka waxa arkay marka qaar arsame waa lagu maxeyaa way dhacday hadii ugu ha marka soo lagama yaabo maadaama 17ka November macnii qoliyahan ay wataan oo dadkan wabiyada dusha laga saarayo in lagu socodsiyo la rabo dhulkoodii taariikhdooda lagu la wareegayo yaani adduunkan la tusay inay raali ka yihiin saddex gobol saddex gobolna ay ka maqan tahay marka in lagu gelinayo arsame
وسمعيني سما ها ما باشا باشا مرة دي حبتي وحلا قادوا أي مسكال وأذيك سنة لحدي دي سدح الله يجري سدح على الوديوان قلنا يا الله مستعان عدنا ودي ودي شعبك ما سوش دونك سوشيال ميديا ما شبه الله هو ها ترتيب ترتيب ها صبرا صبرا سوي فات كلا وانا جت كان حوجا ورجيم كان أبقال كان جالن جاك دحيو مركا أيين وكل دارته فات وحارك جت كان عشود دوا وإلى وكورة باش والمعاني فات مركا وحال هذا هي ضد كأود بالدقة اللي يردن حماس صد ووض معي علن كود جعل قاركود صدح طبعاً كماشي كتم عدوب ما بيقانن على هذا تاريخ لاس ما بيقانن أبو معي هذا ولا صوراري بيسمع على صدوا الله سوشيال ميديا لسك بوتي باشي بولا داري عارش عارس كان صدوا بلس صدوا بكارة صدوا بلس كان صدوا أفقوا بلس كان صدوا فات مركا معي هذه إذن كودة عدي عرلا إذا ما سمعنا إنسان نار تحرق قال هذيل قدر ما قال إنسان سب قلنا رجع وح وح علي تاريخه وياش عجزين وح صحه الذي على على كيو توصل أرجع سمي سري ها كاس ملوك قال هورت ذاكته فيري ما ح تاريخ ذي توصل له ديدي كود تطبيق لبعضنا كبش كوبات ADC ده تي أهيب تطبعتنا سدح القبيل محله ديدي هاي لوك قرينا يا لبضي بشي أفراد لبضي كن يا لبضي شاتي جدود مدحوينه والنقضي بروفيسور عبد الله شاي اسماعيل وبيمال احمد حوين كخيغن والنقضي لخده قبل علنك واد ارغتي موقالدهاسي وا لا قرينا يعني لكن وا هي سو دادي شركه بونكاي 93 سيد دلسي ار ار دي مركي جبكي سلبلار تاريخهان او سلبلار اي كو جبن مخا لو قرينايا غوشي ددك كوفرته اي لا يمادين تاريخهاسي اي سميان مخا لو قرينايا 13 نوفمبر مركي بكين اللي قبل انت البربوريي حسن او شريف حسن جاي محام عني كر لو قاده يا حمر جانيس لو سي اني بودبودان ان لو قشقشادين يدو عيارتويدا علنك لو دلاي معلو معني باش التاريخ لو شيغايو ما دي تاريخ صح اي تهي دد كان وا دويسا ما اوغلا مفانت تاريخ صح اه وحي معني ليد كوتاي ركي بولها شوالي هوس لو غوسن لها وخي لا بولا وخي لا علابا ما ليد اي كوتاي هدي ميد اي اي وتار اي كو كينان برسيدي اي كو قادن لا وفضاري سامفانت اديات امريكا دو دي لو غلي ادي معان ما با ادونكا مسخ وا مسخ لا لا غومي فا وي ادي دليرده وخا تاي دولكا وبيده اما مايلان انغا مايلان ان نقانا ددكا قار كوفرت سوماليا ددكا كوفر وخي دونتا لخدان غوبل ما دام لخدان غوبل اكو سو جيديد بيمال اتاي علنك هدا صعدا منا وتوسن يهي انت الشرر ضدك كوفرت اي قبصدان علنك ودو توسنا كان النلوك كانين وقلو عيهي سفوين كلادوان اي اسميان ما يسدح انك مقن ان وقلو عيني نولكين قيبا مقن قيبا وحاسو دون وحشيغان اديق هدا دلي يرد كوفرت اتكمت هاي علنك اغا متوسن يهي قدودك بسو وقلو عيهي سيدي سبب حنا شيء كرتا أنا على كي على كي أنا واتوسي ياي لحدي أو كسيور كان كل أنا ما أكانو الله أعلم بيه مت قلوا عنا جريا كان قلوا عنا كان لودا مت قلوا كات كان هاد سجن الجنوي مو ها صدق حتى وانك نوفمبر كان قلوا عنا هاد ضد كل كورس عراي ها كان قلوا عن كهاد أي وتر عن أي إسكو شاب ضيع ها ها معني كان هاد قلوا عن كان لكم معني أنا وشاب بدوني وياه هاد معني وحين نعبان أقصد دول مفند واي لأن يرادة محاد أشيغي لهايد مركا عالان كان قلو عن يسدحي طبان كيسي إسكا تورا مادي لهايد كان توسن بروفايلة دا سوا سارتا مااركا يسي معاني لار كاتوشا رقية دومر با مسامد كان قلو عن وطاد لهذا هذا كان قلو عن با العقل قليي سوق له معاني لأن يرادة مااركا يسي معاني أي وضو وطان محاد أشيغي لهايد ما يمعنو كان قلو عن وفوض وينفاد كان قلو عن وطاريق دا لمنايا سويال كذا إيوه سجريتان كذا لمنايا لكذا لكذا ناس يمسكحيان مكانوا على كين إسكري بتبود نجمل لكن كان قديد أهمر والبو إلى ما لحسني صار هذا لحظة صحدك إيه يو علن كا يعني جدودا سو توسن كاس وصحد كاس إنه أيق يعني كده بالدكان كاس ده كاس ودوي سفط ده كاس وح أيق دواي موي وح يعني وح إيروان لأنه كوسرة إيروان فاد كانوا حبوا إنه وحين إسكوتة لكن معني ماشى مسكحها صعوته ضدك إن شاء الله كنعبا ما أدري كسر دويا استوحينا كجرو إلى وكورة مركي قبل العيارة إن أضلوا عايو لو نهاية لو دلو مركي دل لقالي هن إلى وكورة إيجا واتك قبلنا عمل أب ولا وكورة مال بيجا تيجم بهاي ساعة وكب بدال يلو تصدو حق لا يصدو بحوي بسم الله الرحمن الرحيم أنا يا
يا جعل كان زيد كان لوفت عط إمام حوايا نمان هذه هذه مركا معلو معلو إن شاء الله وحليه تسمش أو بحياة الله وانه حليه إيه نيو نقول برت نوكيس وأوتشتي قفل بن وحوي قف كيس وأوتي dadka aad meeshaan dawladda nimada isku haysto baash ay kharayrtay oo halkaan way dhulkaan loo tashto alle nimiyo ee dadka waa arkaysa qof walba dhaw adiga meel aad meesh loo isku murusiyo waa dhulkaan way wawiida ah waxaan leeyahay doorasho cabdi maxmudow waa duu qabsada lafta garee asna ku xigsado banaankiisa istaago ciidankiisa isku yirtay arintii lafta garee kaliya waxa kala anaa inuu dhawaaqo oo dhaw nimiyo wixii wiyaan kusoo jeedo ciidan federaal ahaado state ahaado halkaan ay isku maadaan wallahi billahi ma aanu shin amana meesha uu imaanaa fad wala sugaaya inuu dhawaaqo insha Allah ta'ala sida aan insha Allah ilaa idinkii waxaan gabaraya insha Allah kan masiibadiisa iyo khiyaanada ay balaayda oo maleega ilaa naga qabto bi sanadii hore abuu aan fad insha Allah maalo qorshe keenan qorshe inta ka baxa ahmed kana hamza tahriibo Allah mustaar xaga ka dhacday fad duule wadaan fad adiyad buu ma sanay walaalkeena isaga ah ee markayse waa nin kasoo jeeda markayse degmada marka gobolka shabeelada hoose oo istuuriyaha Southern Media Corporation inoogu waramay waan u mahadnaqayna walaalkaasi sida fiican ee markayse fakarkiisii uu nala wadaagay